وأما قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اعلم أنه سبحانه وتعالى لما استقصى في شرح وجوه نعمه على بني إسرائيل ثم إنه شرح في قبائحهم في أديانهم وأعمالهم وختم هذا الفصل بما بدأ به وهو قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي إلى قوله ولا هم ينصرون، شرع سبحانه هاهنا في نوع آخر من البيان وهو أن ذكر قصة إبراهيم عليه السلام وكيفية أحواله، والحكمة فيه أن إبراهيم عليه السلام شخص يعترف بفضله جميع الطوائف والملل، فالمشركون كانوا معترفين بفضله متشرفين بأنهم من أولاده ومن ساكن حرمه، فبين الله لهم أن إبراهيم عليه السلام صبر على ما ابتلي به في دين الله تعالى وهو النظر في الكواكب والقمر والشمس ومناظرة عابدة الأوثان ثم الانقياد لأحكام الله تعالى في ذبح الولد والإلقاء في النار، وهذا يوجب على هؤلاء اليهود والنصارى والمشركين الذين يعترفون بفضله أن يتشبهوا به في ذلك ويسلكوا طريقته في ترك الحسد والحمية وكراهية الانقياد لمحمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الوجوه التي لأجلها ذكر الله تعالى قصة إبراهيم عليه السلام، وعلم أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أمورا يرجع بعضها إلى الأمور الشاقة التي كلفه بها وبعضها يرجع إلى التشريفات العظيمة التي خصه الله بها، ونحن نأتي على تفسيرها إن شاء الله تعالى. وهذه الآية دالة على تكليف حصل بعده تشريف، أما الآية فهي هذه الآية قال إنه تعالى صرح بأنه يبتلي عباده ويختبرهم، وذكر نظيره في سائر الآيات كقوله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، وقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أما قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، والمعنى أنه دعاه بكلمات من الدعاء فعل المختبر هل يجيبه الله تعالى إليهن أم لا، وهذه الكلمات هي التي ذكرها الله تعالى في الإمامة وتطهير البيت ورفع قواعده والدعاء بإبعاث محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الأشياء أمور شاقة وهي تكاليف شاقة جدا. أما قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما، فالإمام اسم من يؤتم به كالإزار لمن يؤتزر به، أي يأتمون بك في دينك، فإن أهل الأديان على شدة اختلافهم ونهاية تنافيها يعظمون إبراهيم عليه السلام ويتشرفون بالانتساب إليه إما في النسب وإما في الدين والشريعة، حتى إن عبدة الأوثان كانوا معظمين لإبراهيم عليه السلام، وقال الله تعالى في كتابه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقال في آية أخرى في سورة الحج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقولون في آخر الصلاة وصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فجميعهم يبارك ويترحم على إبراهيم وآل إبراهيم. أما قوله تعالى من ذريته ففيه مسائل، المسألة الأولى الذرية الأولاد
وأولاد الأولاد للرجل. قال بعضهم إن الله تعالى أعلمه أن في ذريته أنبياء، فأراد أن يعلم هل يكون ذلك في كلهم أو في بعضهم، وهل يصلح جميعهم لهذا الأمر، فأعلمه الله تعالى أن فيهم ظالما لا يصلح لذلك. أما قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين، قال الجمهور من الفقهاء والمتكلمين الفاسق حال فسقه لا يجوز عقد الإمامة له، واختلفوا في أن الفسق الطارئ هل يبطل الإمامة أم لا، واحتج الجمهور على أن الفاسق لا يصلح أن تعقد له الإمامة بهذه الآية. فإن قيل أليس أن يونس عليه السلام قال سبحانك إني كنت من الظالمين، وقال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا، وقلنا المذكور في هذه الآيات هو الظلم المطلق، وهذا غير موجود في آدم ويونس عليهما السلام، والعهد قد يستعمل في كتاب الله بمعنى الأمر. قال الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني ألم آمركم بهذا، وقال تعالى قالوا إن الله عهد إلينا يعني أمرنا، ومنه عهود الخلفاء إلى أمرائهم وقضاتهم. وإذا ثبت أن عهد الله هو أمره فنقول أنهم غير مؤتمنين على أوامر الله تعالى وغير مقتدى بهم فيها، فلا يكونون أئمة في الدين، فثبت بدلالة الآية بطلان إمامة الفاسقين. قال عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ودل أيضا على أن الفاسق لا يكون حاكما، وأن أحكامه لا تنفذ إذا ولي الحكم، وكذلك لا تقبل شهادته ولا خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا فتياه إذا أفتى، ولا يقدم للصلاة وإن كان هو بحيث لو اقتدي به فإنه لا تفسد صلاته. قال أبو بكر الرازي ومن الناس من يظن أن مذهب أبي حنيفة أنه يجوز كون الفاسق إماما وخليفة ولا يجوز كون الفاسق قاضيا، قال وهذا خطأ، ولم يفرق أبو حنيفة بين الخليفة والحاكم في أن شرط كل واحد منهما العدالة، وكيف يكون خليفة وروايته غير مقبولة وأحكامه غير نافذة، وكيف يجوز أن يدعى ذلك على أبي حنيفة وقد أكرهه ابن هبيرة في أيام بني أمية على القضاء وضربه فامتنع من ذلك فحبس، فلح ابن هبيرة وجعل يضربه كل يوم أصواتا، فلما خيف عليه قال له الفقهاء تولى له شيئا من عمله أي شيء حتى يزول عنك الضرب، فتولى له عد أحمال التبن التي تدخل فخلاه، ثم دعاه المنصور إلى مثل ذلك حتى عد له اللبن الذي كان يضرب لسور مدينة المنصور إلى مثل ذلك، وقصته في أمر زيد بن علي مشهورة، وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سرا في وجوب نصرته والقتال معه، وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابن عبد الله بن الحسين. وأعلم أنه سبحانه بيّن أن له معك عهدا ولك معه عهدا، وبيّن أنك متى تفي بعهدك فإنه سبحانه يفي أيضا بعهده، فقال وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ثم في سائر الآيات فإنه أفرد عهدك بالذكر وأفرد عهد نفسه أيضا بالذكر. أما عهدك فقال فيه والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وغيره من الآيات، ثم بيّن كيفية عهده إلينا فقال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فهذه المبالغة الشديدة في هذه المعاهدة تقتضي البحث عن حقيقة هذه المعاهدة، فنقول العهد المأخوذ عليك ليس إلا عهد الخدمة والعبودية، والعهد الذي التزمه الله تعالى من جهته ليس إلا عهد الرحمة والربوبية. ثم إن العاقل إذا تأمل في حال هذه المعاهدة لم يجد من نفسه إلا نقض هذا العهد ومن ربه إلا الوفاء بالعهد،
فلنشرع في معاقد هذا الباب فنقول: أول إنعامه عليك إنعام الخلق والإيجاد والإحياء وإعطاء العقل والآلة، والمقصود من ذلك كله اشتغالك بالطاعة والخدمة والعبودية على ما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ونزه نفسه عن أن يكون هذا الخلق والإيجاد منه عبثا، فقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. قال: ما خلقناهما إلا بالحق. وقال أيضا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. ثم بين على سبيل التفصيل ما هو الحكمة من الخلق والإيجاد، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو سبحانه وفي بعهد الربوبية، حيث خلقك وأحياك وأنعم عليك بوجوه النعم وجعلك عاقلا مميزا، فإذا لم تشتغل بخدمته وطاعته وعبوديته فقد نقضت عهد عبوديتك، مع أن الله تعالى وفي بعهد ربوبيته. وثانيها أن عهد الربوبية يقتضي إعطاء التوفيق والهداية، وعهد العبودية منك يقتضي الجد والاجتهاد في العمل. ثم إنه وفى بعهد الربوبية، فإنه ما ترك ذرة من الذرات إلا وجعلها هادية لك إلى سبيل الحق. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وأنت ما وفيت البتة بعهد الطاعة والعبودية. وثالثها أن نعمة الله بالإيمان أعظم النعم، والدليل عليه أن هذه النعمة لو فاتتك لكنت أشقى الأشقياء أبد الآبدين وظهر الداهرين. ثم هذه النعمة من الله تعالى لقوله: وما بكم من نعمة فمن الله. ثم مع أن هذه النعمة منه فإنه يشكرك عليها، وقال: فأولئك كان سعيهم مشكورا. فإذا كان الله تعالى يشكرك على هذه النعمة، فبأن تشكره على ما أعطى من التوفيق والهداية كان أولى. ثم إنك ما أتيت إلا بالكفران على ما قال: قتل الإنسان ما أكفره، أي لعن. فهو تعالى وفي بعهده وأنت نقضت عهدك. ورابعها أن تنفق نعمه في سبيل مرضاته، فعهده معك أن يعطيك أصناف النعم وقد فعل، وعهدك معه أن تصرف نعمه في سبيل مرضاته وأنت ما فعلت ذلك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وخامسها أنعم عليك بأنواع النعم لتكون محسنا إلى الفقراء، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثم إنك توصلت به إلى إيذاء الناس وإيحاشهم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وسادسها أعطاك النعم العظيمة لتكون مقبلا على حمده وأنت تحمد غيره. فانظر إن السلطان العظيم لو أنعم عليك بخلعة نفيسة ثم إنك في حضرته تعرض عنه وتبقى مشغولا بخدمة بعض الأسقاط، كذلك كيف تستوجب الأدب والمقطع؟ فكذا ها هنا. واعلم أن لو اشتغلنا بشرح كيفية وفائه سبحانه بعهد الإحسان والربوبية وكيفية نقضنا لعهد الإخلاص والعبودية لما قدرنا على ذلك، فإن من أول الحياة إلى آخرها ما صرنا منفكين لحظة واحدة من أنواع نعمه على ظاهرنا وباطننا، وكل واحد من تلك النعم تستدعي شكرا على حدة وخدمة على حدة. ثم إن ما أتينا بها بل ما تنبهنا لها وما عرفنا كيفيتها وكمياتها، ثم إنه سبحانه على تزايد غفلتنا وتقصيرنا يزيد في أنواع النعم والرحمة والكرم. فكنا من أول عمرنا إلى آخره لا نزال نزداد في درجات النقصان والتقصير واستحقاق الذم، وهو سبحانه لا يزال يزيد في الإحسان واللطف والكرم واستحقاق الحمد والثناء، فإنه كلما كان تقصيرنا أشد كان إنعامه علينا بعد ذلك أعظم وقعا، وكلما كان إنعامه علينا أكثر وقعا كان تقصيرنا في شكره أقبح وأسوأ. فلا تزال أفعالنا تزداد قبحا ومحاسن أفعاله على سبيل الدوام، بحيث لا تفضي إلى الانقطاع
ثم إنه قال في هذه الآية: لا ينال عهد الظالمين. وهذا تخويف شديد، لكننا نقول: إلهنا، صدر منك ما يليق بك من الكرم والعفو والرحمة والإحسان، وصدر منا ما يليق بنا من الجهل والغدر والتقصير والكسل، فنسألك بك وبفضلك العميم أن تتجاوز عنا يا أرحم الراحمين.